السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أصحابي الحلوين؟ يا رب تكونوا بخير. أنا جاية النهاردة علشان أحكي لكم حدوتة صغننة كده. كان في فيروس اسمه كورونا. الفيروس ده انتشر في العالم كله، كان منبعه بلد اسمها الصين، وبالأخص ولاية اسمها ووهان. الناس في الصين عملوا ايه بقى؟ عملوا حاجة زي حجر صحي بالنسبة للناس المصابين بفيروس كورونا، وخاصة مدينة ووهان. الناس اتحبست في بيوتها وانعزلت عزل صحي ومخرجوش من بيوتهم خالص، واللي كان بيخرج من بيته كان بيلبس الماسكات والجلافز ده نادرا لما كنتم بتلاقوا حد خارج من بيته. طبعا كلنا شفنا الشوارع الفاضية والفيديوهات اللي صورت في الصين وشوارعها فاضية جدا. بدأوا يكافحوا الفيروس عن طريق رش المطهرات وتعقيم الايدين، تعقيم الاماكن، تعقيم الاكل اللي بياكلوه حتى كمان. وفي فيديو انا هعمله لكم بخصوص الموضوع ده علشان تحافظوا على نفسكم. ولاية ووهان من يومين اتنين احتفلت بانها قضت على الفيروس، مفيش معادش فيها فيروس نهائي. الصين كلها الإحصائيات بتقول إن خلاص ما عادش عندهم فيروس، غير نسبة بسيطة قوي قوي قوي. ومعنى إن النسب العالية الهائلة ابتدت تقل أو قلت أو انتهت، ده معناه إن هم ناس ماشيين صح وماشيين على الطريق الصحيح. نفس الفيروس راح في بلد اسمها إيطاليا. إيطاليا عملت إيه؟ المسؤولين الكبار عملوا زي ما الصين عملت، اعطوهم اجازات ومنحوهم فرص عظيمه جدا ان هم يتحبسوا في بيوتهم ويعملوا حجر صحي، ونشرت التوعيه السليمه علشان الناس تحافظ على نفسها وما تنقلش الفيروس بينهم وبين بعض. طبعا التوعيه شغاله ليل ونهار في وسائل التواصل الاجتماعي وفي التلفزيونات، وكل الاخبار بتنشر الوعي الصحي. يقوم بقى الايطاليين يعملوا ايه؟ اسمعوا الحدوته للاخر. الايطاليين خرجوا في المولات وفي التجمعات، جم يبصوا لقوا المرض انتشر بينهم بطريقه رهيبه جدا، لدرجه ان المسؤولين خرجوا وقالوا لزويهم ودعوا احبتكم. يا ريت بالله عليكم ساعدونا، مش عايزين نبقى زي ايطاليا. شوفوا معايا التقرير ده. مشاهدين، يمكن زي ما حضرتك ذكرت تفضلت مشكورة بقى. انا متواجد الان. خليني في البداية اقول لك ان انا في حالة ذهول وفي نفس الوقت حزين. في حالة ذهول ان اللي في الوقت اللي بتسخر فيه كافة اجهزة الدولة قواها عشان تحافظ على المواطن، وبتتخذ العديد من الاجراءات اللي من شأنها انها بتسهل كل الامور على المواطن المصري عشان نقدر نحجم هذا الفيروس اللعين اللي للمواطن نفسه مش خايف على نفسه. عايز اقول لحضرتك انا وصلت هنا تأكيدا الساعة 7:15. من الساعة 7:15 وأنا باخد جولة في كافة شوارع أغلب المحال التجارية اللي هي مش ممنوعة من الغلق كلها فاتحة. كل الشوارع في أغلب المناطق التجارية كأنهم لم يسمعوا عن قرار غلق المحال التجارية اللي أصدره معالي رئيس مجلس الوزراء اليوم، لم يعلموا أنه شيء. عايز أقول لحضرتك بعد الجولة اللي احنا أخدناها، ويمكن أنا متواجد الآن في شارع أحمد ماهر، انا وفريق العمل لما شفنا الحياه طبيعيه يمكن دلوقتي الساعه 12، يعني كلنا مستغربين عن الوضع دائما. فده في حد ذاته محزن، ده يقول ان ازاي المواطن مش خايف على نفسه في ظل ان الدوله بكافه اجهزتها بتسخر كل قواها عشان خاطر تحمينا. فالحقيقه انا بناشد اهلنا هنا وبين عندنا ثقافه للتعامل. بلد زي السعوديه قفلت كل مداخلها ومخارجها، قفلت الحرمين، الحرم المكي والحرم المدني، مفيش حد يدخل لعمرة ولا حج ولا يدخل الروضة الشريفة، مفيش أي تجمعات نهائي. وطبعا أعطوا أجازات للناس الموظفين بتوعهم. في بلاد تانية عايزة أقول لكم إنهم هم كمان أعطوا أجازات للموظفين بتوعهم بأجر. هنا في مصر بقى اللي حصل، نفس الفيروس موجود ونفس الناس موجودين، الدولة أعطت أجازات لكل الناس. الطلبة قالوا لك انه
من تالتة ابتدائي لغاية تاني إعدادي مش هيمتحن. عافتهم من المذاكرة والامتحانات والخروج والجلوس وكل الكلام ده كله. الموظفين أعطوهم أجازات. الموظفات اللي عندها أطفال تحت سن 12 سنة تقدم أجازة مدفوعة الأجر. منعوا التجمعات، منعوا، قفلوا البلاي ستيشن، قفلوا السنترز بتاعتي دروس، قفلوا قاعات الأفراح، منعوا الطيران، منعوا دخول وخروج أي حد من البلد. بيحاولوا إن هم يسيطروا على المرض. ده اللي حاصل في مصر، لدرجة إن في ستات قالت إن هم كمان قفلوا الأسواق علشان التجمعات الموجودة في الأسواق، وقفلوا الكافي شوب اللي هو الكافيهات. بس في فيديو أنا هوريه لكم، شوفوا بقى المصريين بيعملوا إيه. بيدخلوا الكافيهات ويقفلوا على نفسهم جوه الكافيه، الكافيه اللي هو مفتوح في الشارع ومنعين التجمعات، بيقفلوا على نفسهم جوه الكافيه. عموما قدامكم سيناريو من اتنين، في ناس واعية وماشية على الطريق اللي الصين كانت ماشية عليه، قافلين على نفسهم بيوتهم وعاملين حجر صحي لنفسهم داخل بيوتهم، محافظين على أولادهم، ما بيخرجوهمش. يعني في أمهات يقولوا مش مهم يذاكروا، مفيش نكد، مفيش خناقات، مفيش حاجة، شغلوا موبايلاتهم، العبهم، اعتبروها رفاهية. يعني مش يقولوا مش أحسن ما نفقد أبنائنا؟ مفيش مشكلة لما يلعبوا ويمرحوا، وأحسن من خروجهم برا في الشارع. في أمهات تانيين طبعا برضو قافلين على أولادهم، لكن مقضيين الوقت كله نكد، ذاكر يا ابني ذاكر، المهم مش موضوعنا. عموما أي حد يكون عامل حجر صحي داخل البيت دول كتر ألف خيرهم. يعني هم وفروا كتير جدا، وفروا نصائح وإرشاد ووعي صحي، وفروا نقل العدوى ليهم أو منهم. لو خرجوا بره بيوتهم بيلبسوا لابسين الماسك بتاعهم الجلافز، أول ما يدخلوا من البيت بيتبعوا طرق السلامة اللي هو التعقيم، تعقيم سواء كان تعقيم الإيدين، تعقيم الحاجات اللي هم شارينها، لو شارين حاجة في أكياس بيتخلصوا منها، لو في منتجات شارينها بيعقموها. ده السيناريو اللي هم ماشيين عليه، وعايزة أقول لكم إن ده السيناريو الصح. هما ماشيين على الطريق اللي الصين كانت ماشيه عليه، علشان كده تعافوا واحتفلوا بسيطرتهم على المرض. السيناريو الثاني بتاع البشوات الايطاليين، اللي هم مكبرين دماغهم ويا عم مفيش الكلام ده، بيكبروا، او اساسا هم مش مقتنعين ان في حاجه اسمها كده. ده حرب نفسية، ده حرب ضغط على الأعصاب، الكلام ده مش موجود، مفيش حاجة اسمها فيروس كورونا، مفيش حاجة اسمها نلبس الكمامة ونخرج عادي، نخرج في الشارع عادي، ونسلم عادي، ونخبط على ايدين بعض عادي، كل حاجة عادي، واخرج وابرح واتفسح والعب واعمل كل اللي انت عاوزه ومتخنقش نفسك. الموضوع ده عاوز قناعة داخلية، لازم الشخص يكون مقتنع من جواه ان هي فترة هتعدي، اسبوعين ثلاثة وهيعدوا على خير. لو في حد مصاب مثلا، ده بينشر الفيروس بالنسبة اول حد بيصيبه هو اهله وجيرانه وزمايله في الشغل، تمام؟ بالنسبة للناس اللي بتتعامل معاهم اللي هم ملتزمين ومحافظين على سلامتهم ولابسين ماسكات وجلافز، بيمثل الامر بالنسبة لهم حرب، انهم يتعاملوا مع الاشخاص المستهترين بيكون حرب. لكن لو كل الناس راعت السلامة،
بيكون التعامل فيما بينهم أسهل بكتير جدا، بيتخذوا الاحتياطات وبيبعدوا عن بعض المسافة. يعني مثلا هقول لكم أبسط الأمور بالنسبة للناس الموظفين علشان يقبضوا من الـ ATM، حاولوا تخلوا مسافة بينكم وبين بعض حوالي 50 سنتي، مش لازم الناس تكون لازقة في بعضها لأن ده تجمع خطير جدا. انت عارف دورك، خلاص اقف في جنب بعيد، الشارع واسع يعني، اقف في جنب شوية كده بعيد شوية ولما انت دورك تعالى، بلاش الناس تكون لازقة في بعضها. لما الناس تتبع السلامة هيريحوا بعض ويريحوا غيرهم، لكن لما تلاقوا الناس ملتزمين والناس مش ملتزمين وجايين يلزقوا فيهم، ما هم هيتعبوهم، هيمثلوا لهم حرب. فياريت نكون كلنا على الوعي الكافي علشان نقدر نقاوم الكورونا ونعدي الأيام دي على خير ونحتفل بشفائنا. هم مجرد أسبوعين اللي هم فترة حضانة الفيروس، وخليهم 3 أسابيع مش مشكلة، لأن الأسبوع التالت ده بالنسبة للتاريخ اللي حصل هو الأسبوع اللي انفجر فيه الفيروس. الأسبوع الرابع كان الأسبوع اللي مفيش حد قدر يسيطر على الفيروس نهائي. إحنا كشعب مصر شعب واعي، شعب فاهم، شعب جميل، إن شاء الله هنقدر نقاوم الفيروس وإن شاء الله نخرج منه على خير بالسلامة، والفترة ما تتجاوزش الأسبوعين أو الـ3 أسابيع وخلاص ونكون انتهى. لأن هو لو ما انتهاش في خلال الـ3 أسابيع دول أو الـ4 أسابيع دول هتكون حرب أشرس وأكبر ومش هنقدر نسيطر عليها. فياريت نلتزم من بداية، لأنه هيكون سهل جدا علينا القضاء على الفيروس لو التزمنا من البداية، ويكون الاختبار سهل ومش عايزينه يكون اختبار صعب، مش عايزينه يكون تحدي صعب. احنا لما بننشر ونقول ايطاليا بتعمل كذا علشان نتعلم من اخطائها، مش علشان نرهب الناس او نخوفهم، لا علشان يا جماعة خلوا بالكم ما تبقوش عاملين شكل عمو، زي اللي بيقول انه اشرب الحليب عشان ما تبقاش زي عمو. بالنسبة للي بننشره عن الصين برضه علشان نقلدهم ونعمل زيهم، لان الناس دول تجاوزوا المرض. ارجو ان الرسالة تكون وصلت، ويا رب ما نتحرمش منكم ابدا ولا اي حد يتحرم من احبته، زي ما ايطاليا طلعت وقالت ودعوا احبتكم، يا رب ان شاء الله في مصر محدش يتحرم من اهله ولا من حبايبه ابدا. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.